ترشيح الأجنة كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق أن يقدم سي دي تعليمي لطلاب الفرقة الثانية يحتوي على منهج العملي ترم تاني. هنبتدي بنتكلم على التيبيكال فيرتبرا. التيبيكال فيرتبرا بتتكون من بودي و بروسيسز و أرش. البودي بيبقى لونج و كونستريكتد ان ذا ميدل، البودي بيبقى لونج وكونستريكتد ان ذا ميدل، ولو كرينيال ارتيكولار سيرفيس بيبقى كونفكس، وكودال ارتيكولار سيرفيس بيبقى كونكيف. بعد كده النيورال ارش او الفيرتبرال ارش بيكونوا اتنين بيديكل، الاتنين بيديكل اللي تحت دول تو بيديكل، واللي فوق تو لامينيه، بيتحدوا مع بعض ويكونوا الفيرتبرال فوريمن بتاع كل الفقرات، بيكون الفيرتبرال كانال، يبقى ده نيورال ارش او الفيرتبرال ارش. الارش ده بيبقى نوتشد كرينيالي، بيعمل كرينيال فيرتبرال نوتش، كرينيال فيرتبرال نوتش، وكودالي بيعمل كودال فيرتبرال نوتش. النوتش بتاع الفقره دي مع الفقره اللي بعدها بيعمل انتر فيرتبرال فوريمن، انتر فيرتبرال فوريمن. بعد كده البروسيسز بيبقى فيه سنجل بروسيس وبيرد بروسيس. السنجل هما السوبرا سباينس بروسيس، السوبرا سباينس بروسيس، واللي تحت ده انفرا سباينس بروسيس، انفرا سباينس بروسيس. بعد كده البيرد بروسيس اللي على الجنب دول تو ترانسفيرز بروسيس، تو ترانسفيرز بروسيس، ترانسفيرز بروسيس وترانسفيرز بروسيس. على الروت اوف ترانسفيرز بروسيس في فوريمن بنسميه ترانسفيرز فوريمن، بيبقى اسمه ترانسفيرز فوريمن. على طول الفقرات بيكون ترانسفيرز كانال، يبقى ترانسفيرز بروسيس على الروت بتاعه فيه ترانسفيرز فوريمن، وفي كرينيال ارتيكولار بروسيس، كرينيال ارتيكولار بروسيس بروسيس فوس فيسز دورسالي، والكودال ارتيكولار بروسيس بتبقى فيسز فينترال. تمام، يبقى ايه؟ كودال ارتيكولار بروسيس، كرينيال ارتيكولار بروسيس. ده تكوين التيبيكال فيرتبرا. بعد كده هنتكلم على السيرفايكال فيرتبري. عدد السيرفايكال فيرتبري بيبقى 7 في كل الحيوانات ما عدا الفاول بتبقى 14. هنتكلم على الفيرست سيرفايكال فيرتبرا، بتبقى اسمها ذا اطلس، بنطلق عليها ذا اطلس. بتختلف عن التيبيكال فيرتبرا ان البودي بيبقى ابسنت و ريبريزنتد باي تو لاترال ماسز، تو لاترال ماسز متحدين مع بعض دورسالي بالدورسال ارش وفينترالي ب فينترال ارش، متحدين دورسالي بدورسال ارش وفينترالي بفينترال ارش. السوبراس باينس والانفراس باينس بروسيس بيبقى ابسنت، وهنا في الاطلس ريبريزنتد باي دورسال تيوبركل، دورسال تيوبركل على الدورسال ارش وفينترال تيوبركل على الفينترال ارش. وترانسفيرز بروسيس بيحصل له موديفيكيشن، يبقى ترانسفيرز بروسيس موديفايد تو شيلف لايك بروسيس بنسميه وينجز اوف ذا اطلس، يبقى دول الوينجز اوف ذا اطلس. على الوينج من فوق كرينيالي في تو فوريمن، وكودالي في فوريمن. كرينيالي في تو فوريمن اللي فاتح لبره ده بنسميه الار فوريمن، الار فوريمن بيبقى فاتح لبره على الاطلنطيك فصة، الجزء ده بنسميه الاطلنطيك فصة بيبقى فاتح عليها الالر فوريمن، وفاتح لجوه لاترال فيرتبرال فوريمن، لاترال فيرتبرال فوريمن. اللاترال فيرتبرال فوريمن بيبقى فاتح على الفيرتبرال فوريمن اللي جوه بنسميه لاترال فيرتبرال فوريمن. الفوريمن اللي ورا بنسميه ترانسفيرز فوريمن، ترانسفيرز فوريمن. بعد كده الكرينيال ارتيكولار سيرفيس في الاطلس بيبقى مقسوم من فوق بوايد نوتش
ومن تحت بينارو نوتش وبيبقى نوتشد لاترالي، نوتشد لاترالي وميديالي بيبقى موجود في رف تريانجولار ديبريشن، رف تريانجولار ديبريشن. والكودال ارتيكولار سيرفيس بيبقى سادل ان ذا شيب. وعلى الفنترال ارش كودالي موجود في ديبريشن بنسميه فوفيا دينتس فور الدينس اوف ذا اكسس، فوفيا دينتس. قدامه في ديبريشن وريدج فور ليجامنتوم دينتس، يبقى فوفيا دينتس وقدامها ديبريشن فور ليجامنتوم دينتس. يبقى كده الاطلس اوف ذا هورس خلصناها. ندخل بقى على الكومباراتيف. نقطة الكومباراتيف، اول نقطة الكومباراتيف الالر واللاترال فيرتيبرال فوريمن. في حالة الهورس الالر واللاترال فيرتيبرال فوريمن كونكتد ويز ايتش اذر باي شورت جاتر، كونكتد ويز ايتش اذر باي شورت جاتر. في حالة الكامل الالر واللاترال فيرتيبرال فوريمن نوت كونكتد باي شورت جاتر. في حالة الاوكس connected by short gutter زي الهورس. في حالة الدوك الالر فوريمن represented by نوتش، الالر فوريمن represented by نوتش واللاترال vertebral موجود اهو والترانسفيرز فوريمن موجود. يبقى الالر فوريمن represented by نوتش في حالة الدوك. تاني وجه مقارنة الترانسفيرز فوريمن بيبقى موجود في الهورس، ترانسفيرز فوريمن موجود في حالة الهورس وموجود في حالة الكامل ولكن absent في الأوكس، absent في الأوكس. الأوكس ما فيهوش ترانسفيرز فوريمن وبيبقى موجود في حالة الدوج، ترانسفيرز فوريمن present in the dog. بعد كده هنقارن من حيث الوينج اوف ذا اطلس. في حاله الدوج بيبقى كيرفد فينترو لاترالي اند بروجكت فروم التو لاترال ماسز، بقى في حاله الهورس بيبقى بروجكت فينترو لاترالي فروم التو لاترال ماسز وبيبقى كيرفد. في حاله الكامل بيبقى نارو وهاز سين ايج، نارو وهاز سين ايج and end caudally by tubercle و end caudally by tubercle. في حالة الأوكس بيبقى more thicker and has thick edge عن الهورس والكامل، بيبقى thicker و has thick edge wide عن بتاع الهورس والكامل. في حالة الدوج الوينج بيبقى horizontal و flattened وشبه البتر فلاي، هوريزونتال وفلاتن وشبه البتر فلاي. واجي المقارنه اللي عليه الدور، هنتكلم على الدورسال تيوبركل والفنترال تيوبركل. في حاله الهورس قلنا الدورسال تيوبركل موجود كلير فوق الدورسال ارش والفنترال تيوبركل بريزنت برضو على الفنترال ارش. في حاله الكامل بيبقى الدورسال تيوبركل ليس كلير او ميبي ابسنت ليس كلير، والفنترال تيوبركل بيبقى ابسنت، ده في الكامل. في الاوكس الدورسال تيوبركل بيبقى ريبريزنتد باي لارج رف تيوبروستي، لارج رف تيوبروستي، والفنترال تيوبركل بيبقى فيري كلير. في حاله الدوج الدورسال تيوبركل بيبقى بايفيد والفنترال تيوبركل بيبقى in the form of conical process، in the form of conical process، ده الفنترال تيوبركل في حالة الدوج. بعد كده بالنسبة إلى الفقرة بتاعت الكامل بيقول إن هي بتبقى بيربندوكولار، بيربندوكولار on the longitudinal axis of the body، باقي الفقرات بتبقى أوبليك وبتاعت الكامل بتبقى بيربندوركولار اون ذا لونجيتودينال اكسس اوف ذا بودي، والفنترال ارش بتاعها بيبقى الونجيتد كرينيو كودالي،
elongated cranio caudally بيبقى أطول من الهورس والأوكس. ده الفنترال أرش. والفنترال أرش في حالة الأوكس بيبقى مور سكر زان الأذر أنيمال. ده في حالة الأوكس. في الدوج بيبقى نارو. الفنترال أرش بيبقى نارو. كده يبقى الكمباراتيف خلصت بتاعت الأطلس. أطلس هورس، أطلس كامل، أطلس أوكس، أطلس دوج. بعد كده هندخل على السكند سيرفايكال فيرتبرا بنسميها الأكزس أو الإبس تروفيس. الأكزس أو الإبس تروفيس بتختلف عن التيبيكال فيرتبرا إن البودي بتاعها بيبقى لونجر. البودي بيبقى لونجر وبتتميز ب كرينيو فينترال بيج لايك إمينانس. كرينيو فينترال بيج لايك إمينانس بنسميه الدينس أو الأودونتويد بروسيس. الدينس أو الأودونتويد بروسيس. في حالة الهورس بيبقى الفينترال سيرفيس بتاعه بيبقى كونفيكس أرتيكولار سيرفيس والدورسال سيرفيس عليه تو ديبريشن فور ليجامنتم دينتس. الليجامنت اللي بيمسك بين الأطلس والأكسس بقى تو ديبريشن فور ليجامنتم دينتس. والكرينيال أرتيكولار سيرفيس بيبقى سيتويتد لاترالي اون ايذر سايد اوف ذا دينس. سيتويتد لاترالي اون ايذر سايد اوف ذا دينس. والسوبرا سباينس بروسيس بيتميز ان هو سن كرينيالي سيك كودالي اند كونتينويد ويز الكودال ارتيكولار بروسيس باي تو ريدج. باي تو ريدج. و الفوريمن ده بنسميه لاترال فيرتبرال فوريمن. لاترال فيرتبرال فوريمن في الهورس بيبقى اوفال ان ذا شيب و اتس كرينيال مارجن بيبقى سن. الترانسفيرس بروسيس بيبقى سنجل ودايركتد كودالي وعلى الروت بتاعه موجود ترانسفيرس فوريمن ريبريزنتد باي ترانسفيرس كانال. على الروت اوف ترانسفيرس بروسيس موجود ترانسفيرس فوريمن ريبريزنتد باي ترانسفيرس كانال. احنا كده اتكلمنا على الاكسس اوف ذا هورس. نتكلم بقى على المقارنه. هنقارن اول حاجه من حيث شكل السباينس بروسيس. في حاله الهورس قلنا ان هو بيبقى سن كرينيالي سيك كودالي اند كونتينويد باي تو ريدج ويز الكودال ارتيكولار بروسيس. في حاله الكامل بيبقى سن كرينيالي بايفيد كودالي اند نوت كونتينويد ويز الكودال ارتيكولار بروسيس. في حاله الكامل السباينس بروسيس في حاله الاوكس بيبقى بروجكت كرينيالي انكريز في السكنس والهايت كودالي and descend suddenly. descend suddenly ده السباينس بروسيس في حاله الاوكس. في حاله الدوج سوبرا سباينس بروسيس او السباينس بروسيس بيبقى سن وهاي وبروجكت كرينيالي تو اوفر هانج الدورسال ارش اوف ذا اطلس. يبقى السباينس بروسيس في حاله الدوج بيبقى سن وهاي بروجكت كرينيالي تو اوفر هانج الدورسال ارش اوف ذا اطلس اند اند كودالي باي تيوبروستي. اند كودالي باي تيوبروستي ده اول وجه مقارنه. هنقارن بعد كده من حيث اللاترال فيرتبرال فريمن. في حاله الهورس قلنا ان هو بيبقى اوفال ان شيب والكرينيال مارجن بتاعه بيبقى سن. ده في حاله الهورس. في الكامل بيبقى دبل لاترال فيرتبرال فريمن. دبل لاترال فيرتبرال فريمن. دبل لاترال فيرتبرال فريمن ده في حاله الكامل. في الاوكس بيبقى لاترال فيرتبرال فريمن سيركولار ولو سيك مارجن. سيركولار ولو سيك مارجن. في حاله الدوج اللاترال فيرتبرال فريمن ريبريزنتد باي نوتش. ريبريزنتد باي
نوتش. ده اللاترال فيرتيبرال فوريمن في الدوج ريبريزنتد باي نوتش. هنقارن بعد كده من حيث الدينس في الاوكس، قلنا ان هو بيج لايك ايمينانس، الفنترال سيرفيس بتاعه بيبقى كونفكس ارتيكولار سيرفيس، والدورسال سيرفيس بيبقى عليه 2 ديبريشن 4 ليجامنتوم دينتس، والكرينيال ارتيكولار سيرفيس بيبقى سيتويتد لاترالي اون ايذر سايد اوف ذا دينس، سيتويتد لاترالي اون ايذر سايد اوف ذا دينس. اما في حاله الكامل الدنس زي الهورس، ولكن الكرينيال ارتيكولار سيرفيس بيبقى مور كونتينود اندر ذا دينس، مور كونتينود اندر ذا دينس. ده في حاله الكامل. في حاله الاوكس بيبقى الدنس الدورسال سيرفيس بتاعه ديبلي كونكيف، ديبلي كونكيف، والكرينيال ارتيكولار سيرفيس مور كونتينود اندر ذا دينس. في حاله الدوج الدنس بيبقى راوند والونجيتد، راوند والونجيتد، وما بيبقاش عليه تو ديبريشن، التو ديبريشن از ابسنت، وبيمتد من الاطلس بيصل الى مستوى الاوكسيبيتال بون في السكال، بيصل الى مستوى الاوكسيبيتال بون في السكال. وفي الدوج الكرينيال ارتيكولار سيرفيس بيبقى ريبريزنتد باي تو كوندويل، الكرينيال ارتيكولار سيرفيس ريبريزنتد باي تو كوندويل. بعد كده هنقارن من حيث الشكل البودي، البودي بيبقى لونج في حالة الهورس، أطول من الأذر سيرفايكال فيرتبر. في حالة الكامل بيبقى أطول من الهورس والأوكس، البودي بيبقى أطول من الهورس والأوكس، الأوكس بيبقى شورت، البودي بيبقى شورت. في حالة الدوج البودي اوف ذا اكسس بيبقى دورسو فينترالي فلاتند، وفينترالي متقسم الى 2 فوسي سيبريتد باي ميديان كريست، بيبقى متقسم الى 2 فوسي سيبريتد باي ميديان كريست. دي البودي في حاله الدوب. بعد كده نقارن من حيث الترانسفيرس فريم، ترانسفيرس فوريمن قلنا في حاله الهورس ان هو موجود على الروت اوف ترانسفيرس بروسيس اند ريبريزنتد باي ترانسفيرس كانال. في حاله الكامل الترانسفيرس فوريمن بنشوفه من جوه الفيرتبرال كانال، يبقى ترانسفيرس فوريمن بنشوفهم من جوه ترانسفيرس فوريمن او ترانسفيرس كانال، بنشوف ترانسفيرس فريمن من جوه في حاله الكامل. في حاله الاوكس الترانسفيرس فريمن بيبقى سمول وميبي ابسنت، بيبقى موجود وسمول وميبي ابسنت في حاله الاوكس. وفي حاله الدوج ترانسفيرس فريمن موجود على الروت اوف ترانسفيرس بروسيس. احنا كده خلصنا الاكسس بالكومباراتيف بتاعتها. نيجي على التالتة والرابعة والخامسة سيرفايكال فيرتبر. التالتة والرابعة والخامسة بتاعت الهورس هي نفس التيبيكال فيرتبري، مفيش أي اختلاف، وبيبقى ترانسفيرس بروسيس بتاعها بليت لايك، بيتقسم لكرينيال بارت وكودال بارت. ده ترانسفيرس بروسيس اوف التالتة والرابعة والخامسة سيرفايكال فيرتبري في الهورس، بيبقى بليت لايك بيتقسم الى كرينيال بارت وكودال بارت. في حاله الكامل الترانسفيرس بروسيس بيبقى بايفيد، متقسم الى جزئين، الكرينيال بارت بيبقى ديسيندنج بليت، وكودالي بيبقى هوريزونتال بليت. ترانسفيرس بروسيس في حاله الكامل بيبقى بايفيد الى descending plate وكودالي horizontal plate. وبنعرف كمان التالتة والرابعة والخامسة من وبتاعة الكامل من التو ديبريشن اللي موجودين كودال 2 الكرينيال articular بروسيس. في تو ديبريشن كودال 2 الكرينيال articular بروسيس، ده بيميز التالتة والرابعة والخامسة cervical vertebrae of the camel. التالتة والرابعة والخامسة في حالة الاوكس ترانسفيرس بروسيس بيبقى بايفيد
ليه جزئين التالتة والرابعة والخامسة في حالة الأوكس الترانسفيرز بروسيس متقسم إلى جزئين دورسال بارت وفنترال بارت. الدورسال بارت بيبقى شورتر ودايركتد كودالي والفنترال بارت بيبقى لونجر دايركتد كرينيالي. يبقى دي التالتة والرابعة والخامسة أوكس. التالتة والرابعة والخامسة في حالة الدوج الترانسفيرز بروسيس بيبقى برضو بايفيد لجزئين كرينيال بارت بيبقى سن والكودال بارت بيبقى سيك واند ويز تيوبيركل بينتهي بتيوبيركل. ده ترانسفيرز بروسيس في حالة التالتة والرابعة والخامسة دوج. يبقى وجه المقارنة في التالتة والرابعة والخامسة هو الترانسفيرز بروسيس بيبقى بايفيد. نميزها عن الستة ستة سيرفايكال فيرتبرا في حالة الهورس الترانسفيرز بروسيس بتاعها بيبقى ترايفيد إلى تلات أجزاء. ترانسفيرز بروسيس بيبقى ترايفيد إلى تلات أجزاء متقسم لتلات أجزاء والثيرد بارت أوف ترانسفيرز بروسيس بيكون مع البودي جروف بنسميه فينترال جروف. بيكون مع البودي فينترال جروف تمام. يبقى ترانسفيرز بروسيس بيبقى ايه ترايفيد في حاله السته في الهورس وبنميزها كمان بالتو فوسي دول بيبقى انيمد فوسي كودال تو ترانسفيرز فريمن. انيمد فوسي كودال تو ترانسفيرز فريمن انيمد فوسي تحت ترانسفيرز فريمن دول بيميزوا الفقره السته سيرفايكال فيرتبرا في حالة الهورس. في حالة الكامل برضو ترانسفيرز بروسيس بيبقى ترايفيد لثلاث أجزاء والدورسال بارت بيبقى هوريزنتال وتو ديسيندينج بليد. تو ديسيندينج بليد ده الفنترال بارت. الدورسال بارت بيبقى ايه هوريزنتال بليد. دي الستة في الكامل. في حالة الأوكس الترانسفيرز بروسيس بيبقى بايفيد مش ترايفيد زي الهورس والكامل بيبقى بايفيد لجزئين. الدورسال بارت بيبقى هوريزنتال والفنترال بارت بيبقى ساجيتال وكوادري لاترال. طيب نميز الستة بتاعت الأوكس من التالتة والرابعة والخامسة بتاعت الأوكس من ازاي؟ هنميزهم من حيث الشكل بتاع ترانسفيرز بروسيس. قلنا في حالة التالتة والرابعة والخامسة ترانسفيرز بروسيس بيبقى بايفيد لدورسال بارت بيبقى شورتر ودايركتد كودالي والفنترال بارت لونجر ودايركتد كرينيالي. في حالة الستة بيبقى الدورسال بارت هوريزونتال والفنترال بارت ساجيتال وكوادري لاترال. وكمان الانفراس باينس بروسيس في حالة الستة بيبقى ليس كلير او ابسنت وفي حالة التالتة والرابعة والخامسة بيبقى مور كلير بيبقى مور كلير. بعد كده الستة دوج. الستة دوج برضو هنلاقيها انها بتختلف عن الهورس والكامل ان ترانسفيرز بروسيس بتاعها بيبقى بايفيد الى جزئين كرينيال بارت وكودال بارت. طيب نميزها عن التالتة والرابعة والخامسة دوج ازاي؟ التالتة والرابعة والخامسة قلنا ان هي بتتقسم الى كرينيال بارت وكودال بارت. كرينيال بارت سن والكودال بارت سيك واند ويز تيوبيركل. في حاله السته سيرفايكال فيرتبرا في الدوج بيبقى ترانسفيرز بروسيس متقسم لكرينيال بارت وكودال بارت والكودال بارت بيبقى سن معلهوش تيوبيركل زي الثالثه والرابعه والخامسه. يبقى احنا كده خلصنا الثالثه والرابعه والخامسه والسته سيرفايكال فيرتبرا والكومباراتيف بتاعتهم. نتكلم على الأخيرة سيرفايكال فيرتبرا أو السبعة سيرفايكال فيرتبرا. في حالة الهورس بنعرفها من الكوستال فاسيت بيبقوا موجودين على الكودال أرتيكولار سيرفيس فور الأرتيكوليشن ويز الهيد أوف ذا فيرست ريب. ده الكوستال فاسيت وترانسفيرز بروسيس بتاعه بيبقى سنجل وترانسفيرز فريمن بيبقى absent. ترانسفيرز فريمن absent.
وترانسفيرز بروسيس بيبقى سنجل، وسوبرا سباينوس بروسيس بيبقى أطول في الفقرة السابعة عن باقي الفقرات. تبقى دي السبعة سيرفايكال فيرتبرا في الدب، قلنا بنعرفها من الكوستال فاسيت، وترانسفيرز بروسيس بيبقى سنجل، وترانسفيرز فريمن ابسنت. في حالة الكامل بنعرفها برضو من الكوستال فاسيت، ده مش موجود في الست فقرات، موجود بس في السبعة. الكوستال فاسيت فور الارتكوليشن ويز الهيد اوف الفيرست ريب، والترانسفيرز فريمن بيبقى ابسنت، والسوبرا سباينوس بروسيس بيبقى سكوير كاتد، سكوير كاتد من فوق، والسوبرا سباينوس بروسيس قلنا بيبقى سكوير كات، والترانسفيرز بروسيس بيتقسم الى جزئين كرينيال بارت وكودال بارت ومعلهوش ترانسفيرز فريمن. يبقى احنا كده خلصنا سيرفايكال